السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلبة الأعزاء من الفصل السادس في كلية متعددة التخصصات بالرشيدية، مادة تاريخ الفكر السياسي. نستأنف معكم محاضرة أخرى تتم للفكر السياسي عصر النهضة الأوروبية. بعد أن وضعناكم في سياق التاريخي العام الذي تطور فيه الفكر السياسي الأوروبي خلال عصر النهضة، ننتقل بكم الآن إلى دراسة بعض النماذج الأساسية أو الشهيرة في عالم الفكر السياسي خلال هذه المرحلة. وسنبدأ حديثنا بالمفكر السياسي الإيطالي الشهير نيكولا ميكافيلي. نيكولا ميكافيلي هو من أهم مفكري عصر النهضة الأوروبية، ووليد عام 1469 في فلورنسا. والحقيقة أنه لا يمكن لنا أن نفهم الكثير من الخلفيات السياسية والأفكار التي نادى بها نيكولا ميكافيلي من غير أن تكون لنا صورة عامة عن مكان منشئه. نتحدث عن فلورنسا. فلورنسا في الحقيقة تعتبر من أهم المدن الإيطالية خلال العصور الوسطى، بحيث كانت مركزاً تجارياً خلال هذه المرحلة. وعموماً يشهد التاريخ أن المدن التجارية الساحلية غالبا ما تكون مدن منفتحة، أو على الأقل يعني يطبعها التنوع بالنظر إلى انفتاحها على مراكز تجارية أخرى. فلورنسا كانت إحدى المراكز التجارية في الحوض المتوسطي، ونمت فيها نخبة تجارية مهمة، وبرزت فيها عائلات يعني تركت بصمتها في تاريخ فلورنسا. انفتاحها التجاري على مناطق عديدة وإرثها التاريخي جعلها مركز ثقافي مهم ما بعد عصر النهضة، أي خلال عفوا ما بعد العصور الوسطى، أي خلال عصر النهضة، إذ تعتبر فلورنسا من أو مهد، نستطيع أن نقول كانت هي مهد هذا العصر، أي هي مهد عصر النهضة الأوروبية، إذ اهتمت فيها العائلة التي هيمنت على فلورنسا لمدة طويلة، ونقصد هنا بآل ميديتشي، بحيث اهتمت بالثقافة والفن والعمارة قبل أن ينتقل هذا الـ الإرث الثقافي وهذه الدينامية الثقافية نحو باقي المدن الأوروبية. إذن عصر النهضة نستطيع أن نقول بشكل عام أنه انطلق من فلورنسا بإيطاليا لتعم بعد ذلك المناطق الأوروبية الأخرى. تخيلوا إلى درجة أن فلورنسا كانت تسمى خلال العصور الوسطى بأثينا العصور الوسطى، وهي تسمية دالة على وضعها
المتميز والخاص بالمقارنة مع المدن الأخرى في العصور الوسطى. وكما أشرت إلى أن فلورنسا يعني حكمتها عائلة اشتهرت كثيرا في أوروبا بالنظر إلى أولا لدورها المالي ولغناها، هي عائلة آل ميديتشي، وحكمت فلورنسا يعني مدة طويلة تبتدئ من عام 1434 إلى غاية 1737، يعني نتحدث عن العقود الأولى من القرن الخامس عشر إلى العقود الأولى من القرن الثامن عشر. طبعا حال هذه المدة كانت هناك تقطعات يعني آل الحكم في فلورنسا إلى يعني أشخاص آخرين من غير هذه العائلة، ولكن عموما هي كانت هي في حقيقة يعني مراحل متقطعة، ولكن آل ميديتشي تمكنت من الحكم لمدة دامت قريبا 3 قرون. على العموم اشتهرت هذه العائلة باهتمامها بالفن واهتمامها بالثقافة، وكانت من الأسر الغنية في ليس في إيطاليا فقط ولكن في أوروبا خاصة، وأنها امتهنت مهنة الصيرفة، يعني كان لهم مصرف يسمى بمصرف ميديتشي، ولعب دورا كبيرا في التجارة، هذا المصرف لعب دور كبير في التجارة في القارة الأوروبية. إضافة إلى هذا الدور الثقافي، إلى الأهمية الثقافية وإلى الدور الذي لعبته أسرة آل ميديتشي، نشير إلى أن فلورنسا كانت عرضة للأطماع، أطماع إما الدويلات المحيطة بها أو من أطماع إمبراطوريات أو دول كبرى وممالك كبرى في أوروبا، من ضمنها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكانت أيضا في فترة لاحقة كانت فلورنسا مجال للتنافس الإسباني الفرنسي. وشهدت أيضا فلورنسا حدثا طبع القرون وعصر النهضة في بدايته، هو سقوط آل ميديتشي. قلنا أن آل ميديتشي حكموا يعني تقريبا 3 قرون، لكن هذه المدة كان فيها تقطعات، منها سقوط هذه العائلة من حكم هذه المدينة، و يعني تحولت إلى جمهورية بعدما كانت ملكية توارثها آل ميديتشي. وكان أبرز شخصيات شهيرة التي تصارعت مع آل ميديتشي هو المسمى بجيرولامو سافونارولا، وهو راهب
راهب حكم فلورنسا من عام 1494 إلى 1498، وهذا الراهب في الحقيقة أثار نقاشا كبيرا في إيطاليا وفي أوروبا الكاثوليكية، إذ كان يدعو إلى إصلاح الكنيسة وإصلاح الدين، خاصة ما رآه من فساد، واتهامه للبابا بالفساد والانحلال الخلقي. فعمليا أيضا هو كان ضد الأفكار التي كانت تروج في عصر النهضة، وكان ينتقد ما كان يسميه بالفن غير الأخلاقي. الفن غير الأخلاقي أولا يعني في نظره الفن الذي لا يخضع للمعايير الأخلاقية الكنسية. وعلى العموم سافونارولا دخل في صراع داخلي مع آل ميديتشي، وفي نفس الوقت دخل في صراع مع البابا. البابا نقصد هنا، نتحدث عن البابا ألكسندر السادس، وهو البابا الذي كفر، معنى أخرجه، اعتبره خارج عن البابوية وخارج عن الكنيسة. ولكن الحقيقة أن سافونارولا ظل كاثوليكيا، وكان يصبو إلى إصلاح الوضع الأخلاقي كما يراه هو في تلك المرحلة، استنادا إلى تقييمه الأخلاقي للوضع الذي آلت إليه الكنيسة وآل إليه رجال الدين في مرحلته. إضافة إلى صراعه سافونارولا، إضافة إلى صراعه مع البابا، أيضا كان جزءا من الصراع الإقليمي إن صح التعبير لفلورنسا، فهو كان تحالف مع فرنسا، علما أنه لاحقا ستتحول فرنسا أو عفوا فلورنسا إلى محط صراع بين الإسباني والفرنسيين. على العموم في النهاية قتل سافونارولا، وبعض من المقربين إليه في عام 1498، بمعنى أن جمهوريته لم تدم سنتين على أبعد تقدير. ولكن بالرغم من مقتله، فقد ترك أثرا عميقا وجدلا واسعا، ليس في فلورنسا ولكن في أوروبا كلها، من خلال الأفكار أو الميثاق الذي تركه بعد وفاته، المتعلق بالإصلاح الديني أو الإصلاح الكنسي. والحقيقة أن البعض يرون أن سافونارولا يعد الشرارة الأولى لبروز الحركة البروتستانتية، برغم أنه مات على المذهب الكاثوليكي، لكن يعتبر أنه الشرارة الأولى لبروز الحركة الإصلاحية التي قادها كل من مارتن لوثر وجون كالفن.
قلنا بالرغم من وفاته و أو بالأحرى بقتله أو إعدامه، استمرت فلورنسا على النظام الجمهوري، ولم يتمكن آل ميديتشي من العودة إلى السلطة إلا عام 1512، بمعنى أنه ما بين 1494 و 1512 فقدت أسرة وآل ميديتشي السلطة في فلورنسا. ذكرنا لكم هاتين الشخصيتين بقصد أن نضعكم في السياق الذي نشأ فيه ميكيافيلي، وهو عاصر أسرة آل ميديتشي أثناء حكمها، وعاصر مرحلة سقوط آل ميديتشي على يد جمهورية جيرولامو سافونارولا، وعاصر أيضا عودة آل ميديتشي مجددا إلى الحكم. ميكيافيل كان في سياق هذا الصراع كان قد مال إلى الجمهورية، وكان في البداية من أتباع الراهب جيرولامو سافونارولا. كان من أتباعه في البداية، لكن في النهاية بعده تخلى عنه، وظل مناصرا بعد وفاته، ظل مناصرا للجمهورية. وخلال هذه الفترة، خلال مرحلة الجمهورية، تولى ميكيافيل مناصب مهمة، بحيث عين وهو في سنه 29 سنة 1498، عين أو دخل سلك الإدارة بهذه المدينة. 1498 نتحدث عن السنة التي أعدم فيها الراهب المتمرد على البابا. وتمرس ميكيافيل في الإدارة وشغل منصب مهم للغاية، حيث تولى منصب رئيس الديوان القنصلي الثاني لمدة 14 سنة، وكان أيضا سكرتير مجلس العشرة الذي كان يهتم بقضايا الحرب والشؤون الخارجية. ولكن بعد أن سقطت الجمهورية وعاد آل ميديتشي إلى السلطة، تم إبعاد الكثير من النخب الإدارية والنخب السياسية التي اشتغلت في مرحلة الجمهورية، ومن ضمنهم ميكيافيل، حيث تم إبعاده و يعني جرد من كل المناصب التي كان يشغلها، وانعزل في بيته بمدينة سان كاسيانو. وعاش خلال هذه الفترة، عاش العوز والفقر، ولكن في نفس الوقت وجدها فرصة للتأمل وإعادة النظر في قضايا السياسة ومستقبل إيطاليا. وفي هذه العزلة
في هذه العزلة ألف كتبا، يعني اشتهرت خلال عصر النهضة. في حقيقة له ثلاثة كتب. الكتاب الأول يسمى بالخطب، والبعض يسميها بالمقالات، وهذا الكتاب عالج فيه الإمبراطورية، ليس الإمبراطورية ولكن تاريخ روما ما قبل الإمبراطورية، أي خلال الجمهورية، وتحدث عن إيجابياتها وعن إدارة الحكم خلال هذه الفترة، والتي تمثل بالنسبة إليه نموذجا يحتذى بها. فهو يعني ابتعد كثيرا عن عصر النهضة، وابتعد حتى عن عصر القرون الوسطى، وذهب إلى أبعد من ذلك ليدرس مرحلة روما خلال مرحلة الجمهورية، وكأنه يريد أن يستعيد وأن يصحح الأوضاع السياسية في فلورنسا وفي بلدته من خلال الاستنتاجات أو استنتاجات قراءته لتاريخ روما الجمهورية. أما الكتاب الثاني وهو الأكثر شهرة، هو الكتاب الذي سمي العنوان بالأمير، بالأمير. وهذا الكتاب يقدم فيه نصائحه للأمير، أو ما هي الخصائص التي ينبغي أن يتميز بها الأمير ليستطيع أن يحكم ويبسط سلطته على رعيته. والحقيقة أن هذا الكتاب كانت يعني الأفكار التي درجها في هذا الكتاب كان يستلهمها من الشخصية التي كان معجبا بها، هو شخصية سيزار بورجيا. سيزار بورجيا هو قائد برز هو أيضا خلال عصر النهضة، برز كقائد سياسي، وهو بالمناسبة ابن البابا ألكسندر السادس الذي قتل وأعدم سانورارو، الذي أعدم الراهب سافونارولا، وأعجب به بطريقة التي استطاع بها أن يفرض النظام وأن يعيد توحيد منطقة رومانيا. بعد الحل رومانيا ليست هي دولة رومانيا الحالية، ولكن هي منطقة تقع في شمال إيطاليا، وعجب بالطريقة التي فرض بها النظام. ومعروف أن هذه الشخصية ذكر عنها أنها يعني كانت مفرطة في استعمال القوة لفرض النظام. وكان ميكيافيلي يطمح إلى أن تظهر شخصية سياسية تتميز بخصائص، أو على الأقل ببعض من الخصائص التي تميز بها بورجيا، وذلك بغية توحيد
توحيد إيطاليا بأسرها، وربما كان يفكر في أبعد من ذلك إلى أن يعيد إحياء الإمبراطورية الرومانية من خلال عملية تصحيح أو تجديد لأسلوب الحكم. إذن بشكل عام قلنا هذه بعض من الأفكار المرتبطة أو السياق المرتبط بكتاب الأمير، ولكن هذا الكتاب من خصائصه أنه كان يميل إلى تكريس الفكر الاستبدادي خلال مرحلة النهضة، ويظهر فيه ميكيافيلي كأنه يميل إلى النظام الملكي بعدما كان مؤيدا للنظام الجمهوري. ولكن في الحقيقة كما يذكر بعض مؤرخي الفكر السياسي خاصة في عصر النهضة، أن الأمير كان يضمر ميوله نحو الجمهورية. والغريب أن ميكيافيلي أهدى هذا الكتاب لآل ميديتشي، ويعني كان هناك تساؤل حول كيف أن ميكيافيلي كان جمهوريا وفي الأخير أصبح يتقرب إلى آل ميديتشي التي أسقطت الجمهورية. ولكن هو يوضح موقفه من إهداء هذا الكتاب إلى آل ميديتشي، ويرد جورجاك شوفالي نصا يشير فيه إلى أن ميكيافيلي قد بعث برسالة إلى صديقه الذي كان يسمى بفرانسيسكو فيتوري، وفي مقدمة هذه الرسالة التي بعث إليه في 10 يناير 1513 يشرح ميكيافيلي بوضوح الهدف الذي سعى إليه من وراء كتابته للأمير، حيث أنه أعلن بأنه كان يهدف عمليا إلى إيجاد عمل جدير بماضيه ومواهبه، معنى أنه كان يسعى إلى أن يجد أن يعود إلى الساحة السياسية من خلال هذا الكتاب، حتى ولو تطلب الأمر منه الانضمام إلى آل ميديتشي كما ورد في رسالته إلى صديقه. معنى آخر أن بقاءه بدون عمل في قريته المعزولة فرض عليه أو كانت من إحدى الدوافع التي جعلته يكتب هذا الكتاب بهذه الصيغة والأفكار التي وردت فيه. لميكيافيلي أيضا كتاب آخر يسميه البعض بالحوار، والبعض يسميه بفن الحرب. هو كتاب يتعلق باستراتيجية إدارة الحرب وفنونها،
هذا الكتاب في الحقيقة، هذا المؤلف يتكون من 7 أجزاء. ويتساءل جون جاك شوفاليه في كتابه تاريخ الفكر السياسي عن السبب الذي يعتبره غامضا، الذي كان وراء شهرة كتاب الأمير، بالرغم من أهمية الكبيرة لكتابه الآخر الذي هو فن الحرب. عموما إذن هذه مقدمة عامة لسياق الذي برز فيه ميكيافيلي وبعض من الأحداث الرئيسية التي عاشها وتأثر بها. الآن سننتقل إلى الحديث عن الأفكار السياسية الرئيسية التي نادى بها ميكيافيل، سواء في كتاب الأمير أو في غيره من الكتابات، خاصة الكتاب الخطب، مؤلف الخطب أو المقالات كما يسميها البعض. أفكاره يمكن أن نجمعها في 4 محاور أساسية. فهو تحدث عن الدولة، وتحدث عن المجتمع، كما أنه تحدث عن مكانة الدين والأخلاق في السياسة، بالإضافة إلى أنه يعني وضع قواعد للحكم من خلال النصائح التي يسديها، التي أسداها إلى الأمير، أو نسميه نصائح الأمير. فيما يتعلق بالدولة، يشاهد مؤرخ الفكر السياسي أن ميكيافيل هو أول من استعمل كلمة أو لفظة الدولة بالمفهوم السياسي الحديث. ولكن الدولة في وجهة نظره لا تنفصل عن الأمير وعن سلطته، بمعنى أنه هو أسس لفكر سياسي استبدادي مركزي هيمن على هذه الحقبة التاريخية، هيمن على هذه المرحلة التاريخية. وميكيافيل في تأسيسه لنظريته للحكم ونظريته الاستبدادية يستلهم في حقيقة الأمر تجربة جمهورية روما، ويشير إلى، وهذه الأفكار تحدث عنها خاصة في كتابه الخطب أو المقالات، يتحدث على أنه عندما يحصل انحراف في مسار الدولة فإنه ينبغي العودة إلى الأصل، إنه ينبغي العودة إلى الأصل، أي إلى المبدأ. وبمعنى أنه يتصور أنه هو الفساد أو الوضع الذي آلت إليه روما لاحقا، والإمبراطورية الرومانية الغربية المنهارة والمفككة، سببها الرئيسي هو انحرافها عن المبادئ التي نشأت عليها جمهورية روما. وهو يرى أنه هو كان يؤمن بفكرة النظام المختلط، النظام الذي يزاوج بين مؤسسة المشرع ومؤسسة الدكتاتور، من أجل ما يسميه شوفاليه بأجل الخلاص العام. لكنه أثناء الانحرافات فإنه لا يرى أن هناك إشكالا للعودة إلى
إلى تكريس سلطة الفرد، ولكن يرى أن هذا الأمر يحصل بشكل استثنائي. بمعنى أنه لكي يتم إعادة تنظيم الجمهورية من الأساس، بصرف النظر يعني حتى ولو كانت ملكية، يعني بصرف النظر عن النظام، تحدث عن الدولة، لكي يتم إعادة تنظيمها أو إصلاحها إذا ابتعدت عن قوانينها الأصلية، فمن المناسب اللجوء إلى حكم الرجل الواحد أو المشرع واحد. فالديكتاتور بالنسبة لميكافيلي في تجربة روما الجمهورية كانت بشكل صارم شرعية ومؤقتة، شرعية ومؤقتة، بمعنى يقول لنا أن الديكتاتورية هي مرحلة مؤقتة، الغاية منها العودة، الغاية منها هو العودة إلى النظام، وأن سلطة الدكتاتور، سلطة الدكتاتور محدودة في الزمن، محدودة في الزمن، ومرتبطة بتجاوز الظروف الاستثنائية التي مرت بها أو التي تمر بها الدولة، وبذلك هو يشرعن سلطة الدكتاتور. وبالنظر إلى هذه الوضعية، لا يمكن للدكتاتور، لأن سلطته مؤقتة، الغاية منها الصالح العام والغاية منها إعادة النظام، لذلك أنه لا يمكن للديكتاتور أن يفعل شيئا من شأنه أن يضر بالحكم بشكل عام، وبالنظام وبالدولة. فحتى ولو أنه انتزع السلطة من مجلس الشيوخ أو من الشعب، أو ألغى القوانين القديمة وأصدر عنها بعض الإجراءات، لكنها في نهاية الأمر ستكون مؤقتة. إذن الدكتاتور بالنسبة لميكافيلي ليست غايته هو مصادرة السلطات أحد بشكل مطلق، وليس الغاية منه هو يعني الإساءة للدولة، ولكنه يتخذ إجراءات اقتضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة. إذن هذه نظرته إلى الدولة وتبريره لسلطة الفرد استنادا إلى خبرة جمهورية روما. ويمكن القول أن ميكافيل هو اهتم بالدولة، ولكنه لم يهتم بأصل هذه الدولة ولا بشرعيتها كما فعل المفكرون والفلاسفة الذين سبقوه، بل هو كان يعالج الدولة
ككيان موجود، ككيان واقعي، ككيان واقعي موجود، يجب العمل على توقويته وتوسيع نفوذه والاحتفاظ به بجميع الوسائل التي المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القوة والأعمال الوحشية. إذن الدولة بالنسبة إليه كائن موجود لا يهتم بالطروحات الفلسفية ولا بالرؤى الفكرية ولا بشرعية هذه الدولة. لم يكن بمعنى آخر لم يكن يهتم بطروحات أفلاطون ولا بطروحات أرسطو، ولكنه ما كان يهمه، كان يهمه كيان موجود قائم على الأرض، ويجب على السياسي أن يحافظ على استمرارية هذا الكائن بكل الوسائل المتاحة له. في كتابات ميكيافيل صنف أنظمة الحكم إلى صنفين، إلى نظام ملكي وآخر جمهوري. كما قلت هو عايش في فلورنسا مرحلة الملكية وعاش أيضا مرحلة الجمهورية، وهو كان يضمر في الحقيقة تعاطفه أو ميوله إلى الجمهورية خاصة بعد سقوطها، ويظهر في الكتاب الكتاب الخطب يظهر إعجابه بالجمهورية، لكنه يظهر كأنه تراجع عن هذه الميولات في كتابه الأمير. وعلى العموم فهو في تصنيفه للإمارات في كتاب الأمير تحدث عن ما اسمه بالإمارات الولاتية وعن الإمارات الجديدة، وتحدث أيضا عن الإمارات الدينية. وميكيافيل في تصنيفه للأنظمة، يعتقد أن النظام الجمهوري هو أفضل النظم، ولكنه لا يصلح إلا للشعوب المتمسكة بالأخلاق، أما غيرها بمعنى أنه الشعوب التي لا تتمسك بالأخلاق فلا يصلح لها إلا نظام الحكم الاستبدادي المطلق. وبالتالي فهو يؤمن بضرورة الحكم الملكي المطلق أثناء نشأة الدولة الجديدة، يعني أثناء نشأة الدولة الجديدة فهو يؤمن بضرورة الحكم الملكي المطلق. وفي حالة ما استقرت هذه الدولة وأصلحت فسادها ونظامها وأصبحت الأخلاق والفضائل هي السلوك السائد في لدى الشعب، فأنا ذاك يمكن تطبيق النظام الجمهوري حسب وجهة نظر ميكيافيل. إذن هذه هي أفكار عامة المتعلقة بالدولة لدى ميكيافيل. ننتقل الآن للحديث عن رؤيته للمجتمع. انطلاقا من تجربة ميكيافيل في السلطة أو في المناصب التي تولاها أثناء مرحلة الجمهورية،
وبالنظر حل احتكاكه المباشر وإلمامه بسلوك أفراد مجتمعه اتضح له أن الإنسان شرير بطبعه، وبالتالي فإنه في حاجة إلى السلطة، حاجة دائمة لكمح هذا الشر. أي أن منزع الشر لدى الإنسان تحتم وجود سلطة دائمة يكون من إحدى غاياتها الرئيسية هو كبح هذا الشر الموجود في الإنسان، ولكنه في ذات الوقت هو يؤمن بأن طبيعة الإنسان سيئة، ولكن في نفس الوقت يؤمن بأن هذه الطبيعة لا تتغير، طبيعة لا تتغير. ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى الإيمان أو إيمان ميكافيلي واعتقاده بالطبيعة الشريرة للإنسان لا تنطلق من منطق فلسفي كما فعل ذلك هوبز، سنرى ذلك لاحقا. فميكافيلي بحسب جون جاك شوفاليه كان شخصا غير مؤمن بالدين، وأن إيمانه بفكرة منزع الشر لدى الإنسان لا تستند إلى الفكرة الدينية التي كانت سائدة خلال تلك المرحلة، والتي هي سائدة عند المسيحيين، المسماة بفكرة الخطيئة الأصلية، المرتبطة بحسب الاعتقاد المسيحي بأكل سيدنا آدم للتفاحة وطرده من الجنة إلى الأرض. إذن ميكافيل لا ينطلق من رؤية فلسفية ولا من رؤية دينية في إقراره بفكرة يعني نزعت الإنسان إلى الشر، ولكنه انطلق من الواقع الذي عايشه خلال المرحلة التي تولى فيها المسؤولية، واحتكاكه بالشعب. ولكن هذا لا يعني أن ميكافيل لا يؤمن بأن الإنسان يمكن أن تصدر عنه سلوكات نزيهة وأخلاقية، ولكنه يرى أنها استثنائية، يرى بأنها استثنائية، وبالتالي فهو يقر بأن البشر يولدون ويعيشون ويموتون دائما حسب نفس النظام ونفس القوانين الأبدية، ويخضعون دائما لنفس الرغبات ولنفس الشهوات، كما يذكر ذلك جون جاك شوفاليه في كتابه تاريخ الفكر السياسي.
إذن قلنا في الوقت الذي كان ينظر فيه المفكرين السياسيين آخرين إلى العلاقات بين الحكام والمحكومين كما لو أن الناس على صفات حميدة اتخذ ميكافيلي موقفا مغايرا وسلبيا من الناس، حتى أنه وصف الناس بأوصاف تنم عن رؤيته السوداوية نحو الإنسان. فهو يقول يقول أن الناس قد يظهرون عادة بمظهر قد يظهرون بمظهر حسن، ولكن هم سيئين جدا ويتنافسون بجشع وابتذال ورياء وتفاهة كما يقول. ويصور ميكافيلي الناس أنهم شرهون ونفعيون، وأنهم يستسلمون إلى درجة أنه يؤمن بأن الناس يستسلمون لموت الأب بسهولة أكثر مما يفعلون لخسارة ميراثهم، بمعنى أنه يقبلون موت الأب على أن يخسر الميراث. وهم أيضا بحسب تعبير ميكافيلي هم حسودون وغيورون، نهمون في رغباتهم، ساخطون دوما، ولا يطمحون إلا إلى ما ليس عندهم، وهم جاحدون ومتقلبون ومتكتمون وكاذبون ومنافقون. فحالما يجدون ذريعة للتخلص من وعودهم يقفزون من فوقها. هذا نص من كتاب الأمير. فحالما يجدون ذريعة للتخلص من وعودهم يقفزون من فوقها وهم خائفون وجبناء. إن شيئا واحدا يؤثر حقيقة عليهم وهو الخوف من العقاب. لهذا فمن الأسلم كثير الأمير أن يكون محبوبا، أن ينصح أن يكون الأمير الحاكم أن يكون مهابا وأن يكون محبوبا. ويصفه أيضا ويصف الناس بأنهم سذج، محرومون من الرأي، غير قادرين على الوصول لأعماق الأشياء. ولهذا فإنهم يدعون أنفسهم يقتنعون بالمظاهر وبالحدث الطارئ، وهم شريرون وخبثاء، وخبثهم هذا لا يزول مع الزمن ولا يخف مقابل أي حسنة، وهم فوق كل هذا قليل الذكاء في الشر كما في الخير. إنهم لا يذهبون للنهاية في أي شيء، ونادرا ما يعرفون كيف يكونوا طيبين تماما أو خبثاء تماما، كما أنهم يتراجعون أمام الجرائم الكبيرة. انتهى كلام ميكافيلي. النص يوضح صورة قاتمة لميكافيلي تجاه الإنسان. انطلاقا من الأوصاف السابقة للإنسان، يعتقد ميكافيلي أنه ما دام الشر هو طبيعة الإنسان فإن السلطة التي تقيه عواقب هذا الشر هي قائمة بذاتها. يعني قيام السلطة ضروري لمجابهة طبيعة الشر الموجودة في الإنسان.
ولهذا السبب يرى بأن السلطة لا ينبغي لها أن تخضعها لقواعد الخير والشر الخلقية المتعارف عليها بين الأفراد، ولكن ينبغي عليها أن تخضع للقواعد الموضوعية التي تقرها متطلبات وجودها مهما كانت مخالفة للفضائل الفردية المتعارف عليها. بمعنى آخر، أن فضيلة السلطة هي أن تكون وأن تبقى وأن تنجح بصرف النظر عن الوسائل، وعلم السياسة في نظره هو علم هذه القواعد الموضوعية التي تكفل لها البقاء. بمعنى آخر، وكأن ميكافيلي يقول لنا أن الإنسان موجود بوجود الدولة. إذن هذه هي الأفكار العامة المتعلقة التي تكشف عن رؤية ميكافيلي إلى الإنسان وإلى المجتمع. أما رؤيته للدين والأخلاق، إذا كان كما قال جون جاك شوفالي أن ميكافيل لم يكن مؤمنا، ولكنه في ذات الوقت يرى بأن الدين والأخلاق أداة من الأدوات التي على الدولة تسخيرها في المجال السياسي، لكونه أفضل الوسائل التي تعود الناس على الطاعة، تعود الناس على الطاعة. ويميز هنا ميكافيل في هذا الإطار بين طريقتين لاستعمال الدين: دين سليم يشجع على القيام بمشاريع وخدمة الدولة، ودين منحط يشكل عامل من عوامل الانحطاط والعجز. بمعنى الدين الذي يكون في خدمة الدولة فهو مطلوب، والدين الذي لا يكون في خدمة الدولة فهو منبوذ ومنحط. ويوصي ميكافيلي في كتابه، بمعنى يوصي الأمير بأن يستعمل الدين لأنه يجبر الشعب على الطاعة في الأوقات الصعبة. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن ميكافيل لا يهمه إن كان الحاكم وإن كان الأمير لا يؤمن بهذا الدين أو يؤمن به، لا يهمه أن يكون الحاكم مؤمنا أو غير مؤمن بالدين. فالمسألة بالنسبة إليه لا تتعلق بحقيقة الدين أو بهتانه، وإنما بالنسبة إليه هي مسألة حكمة سياسية ومعرفة بالطبيعة البشرية، ويفرضها الواقع. ومن هذا المنطلق يرى ميكافيل أنه على الحاكم وعلى الأمير أن يتمظهر وأن يتظاهر بالسلوك الديني، حتى ولو كان في قرارة نفسه لا يؤمن بالمسائل الدينية أو أنه لا يمارسها على الإطلاق. إذن الدين عند ميكافيلي هو من القوى، الدين ومن القوى التي يجب على الأمير أن يتحكم فيه للتأثير على الشعب أو توجيهه حسب ما يريد، مثل الإيديولوجيا والدعاية وغيرها، وذلك لغاية أساسية ولهدف أسمى وهو تقوية الدولة. أما بالنسبة للأخلاق فهو يرى
بأن الأخلاق هي مجموعة من القيم التي يستعملها الأمير من أجل بقاء سلطته واستمرار قوتها. هذا هو تعريفه للأخلاق. بمعنى آخر، لا يهمه إن كانت هذه الأخلاق حسنة أو العكس، أو العكس من ذلك، وإنما الظروف هي التي تملي على الأمير والحاكم أيها أصلح، انطلاقا من مبدئه الغاية تبرر الوسيلة. فميكيافيل عرف بهذا المبدأ، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. فالقيمة الأخلاقية بالمعنى الإيجابي أو السلبي مرتبطة بمدى أهميتها وقدرتها على الحفاظ على استمرارية الدولة. فهو يرى أنه الناس قد يعني قد تنظر إلى بعض الفضائل، ولكنها اتباعها يؤدي إلى الدمار، وأن بعض الرذائل التي ينبذها الناس قد تكون مفيدة للدولة وتؤدي إلى يعني إلى نشر السكينة والطمأنينة والسعادة بين الناس. إذن خلاصة القول في موقفه من الأخلاق هو أنه الأخلاق لا تشكل بالنسبة إليه مقياسا إلا من خلال الهدف المتوخى منها، وهو الحفاظ على قوة ومناعة الدولة. كل ما يؤدي، كل قيمة وكل سلوك سواء كان سيئا أو حسنا يؤدي إلى قوة الدولة والحفاظ على مناعتها، فبالنسبة إليه سلوك أخلاقي. من هذا ما يتعلق برؤيته للدين وللأخلاق. ننتقل الآن للحديث عن محور آخر يتعلق بالنصائح، النصائح التي يسديها الأمير، أي يسديها ميكافيل للأمير من أجل إدارة الحكم. فعلى الصعيد الداخلي، بدرجة أولى، فهو يرى بأن الأمير ينبغي أن يخافه الناس وأن يحبوه في ذات الوقت. بمعنى آخر، أنه على الأمير، أن يسعى إلى الظهور بمظهر اللطف والرحمة لا بمظهر الشدة والقسوة والفضاعة، وخصوصا بالنسبة للأمير الذي وصل إلى السلطة حديثا ولم يتمكن بعد من الإمساك التام بزمام الدولة. ولكن مع ذلك يجب على الأمير أن لا يسيء كما يقول ميكافيل استعمال هذه الرحمة، بل هو أن يتجنبها أحيانا إذا تعارض ذلك مع مصلحة الدولة واستقرارها. ومن الواجب أو فمن الواجب على الأمير أن يخافه الناس وأن يحبوه أيضا، ويرى أن يعني الأمير ينبغي أن يتميز بالرحمة وأن يظهر اللطف مع الناس، ولكن هذا لا ينبغي أن يساء فهم سلوكه، وينبغي عليه أيضا أن
يجعل الناس تخاف، تخاف منه، بالرغم مما بالرغم من أنه يظهر بمظهر اللطف والإنسانية. بمعنى آخر أنه إذا تعارض الحب والخوف، إذا تعارض حب الناس وخوف الناس من الأمير، فعلى الأمير أن يختار، فعلى الأمير أن يختار، أن يختار خوف الناس. لماذا؟ لأن الناس يحبون تبعا لأهوائهم وإرادتهم الخاصة، ولكنهم يخافون وفقا لأهواء الأمير وإرادته. أي عندما يخافون فهم يكونون تابعين لأهواء الأمير وإرادته، ولكن عندما يحبون الأمير فهم يتبعون إرادتهم الذاتية وإرادتهم الشخصية. وينصح الأمير، ينصح الأمير أيضا إضافة إلى المزاوجة بين الحب والخوف، ينصح أيضا أن يتجنب الكراهية. بمعنى أنه إذا أن الأمير إذا لم يضمن الحب فعليه أن يفرض الخوف، ولكن بطريقة تجنبه الكراهية، الكراهية من الشعب، وذلك عبر أولا تحاشي الإساءة إلى ممتلكاته وأغراضه. إنه كما سبق الحديث أن الناس ممكن أن يستسلمون لموت الأب بسهولة، ولكنهم لا يستسهلون ذلك فيما يتعلق بممتلكاتهم. بمعنى آخر هو لا ينصح بأن يمد الأمير يده إلى ممتلكات الناس وأغراضهم ومنافعهم. ثانيا إضافة يتحاشي الإساءة، ثانيا لا ينبغي أن يدفع بالنبلاء إلى درجة اليأس، لا ينبغي أن يدفع النبلاء إلى درجة اليأس. وفي النهاية، في النهاية فإن الأمير بمزاوجته بين الحب والخوف وقدرته على تجنب الكراهية واللعب على حبل التناقضات التي تجمع المصالح المتعارضة، فهو بذلك يعني ينشئ صورة أبوية ترتسم في قلوب رعيته وأتباعه. وبذلك سيكون الأمير قد خلق لنفسه شهرة كبيرة وسط الرعية. وهذه الشهرة عندما يحقق الأمير الشهرة وسط رعيته، فإنه يصعب أن يتآمر الناس عليه نظرا لصيته واهتمام الناس به كأيقونة أبوية. كما أن هذه الشهرة بين الناس وبين عموم الناس تحميه أيضا من محاولات المقربين منه للإيذاء به. ولكن ميكافيلي ينصح الأمير أيضا بأن يقوم بمجموعة من الإجراءات التي تحقق له هذه الشهرة. منها أن الأمير ينبغي عليه أن ينجز المشاريع العظيمة التي تثير إعجاب الناس وتجعلهم يتحدثون عنها باستمرار وبشكل كبير.
كما أنه ينبغي له أن يقدم الدليل على قوته من خلال مواقف حازمة وشن الحروب والقيام بالغزوات، لأنها أيضا تشغل عقول الناس وتحصر تفكيرهم في الحروب وفي مخططات العدو. وعلى الأمير أيضا لكي يكتسب شهرة بحسب ميكافيلي أن يقدر ذوي الكفاءات ويكرم النابغين في جميع الميادين، وأيضا أن يشغل الشعب بمختلف الأعياد والاحتفالات على مدار السنة. بالإضافة إلى كل ذلك، فعلى الأمير أن يختلط من وقت لآخر بالناس، بعموم الناس والفئات الاجتماعية، ليظهر لهم إنسانيته وعطفه عليهم، ولكن في نفس الوقت بشكل يحتفظ فيه بجلاله ووقاره ومكانته. وكذلك من الإجراءات التي من الممكن يعني أن تحقق الشهرة للأمير، وأنه يبدي القدرة على الاستماع للآخر والاهتمام برأي المخالفين. وفوق كل ذلك، وللبقاء في السلطة، على الأمير أن يلم بفن الإغراء، أي أن يتباهى بأنه نصف إله أو إنسان متفوق، أي بعبارة أخرى أن يكون ممثلا بارعا، أن يجيد التمثيل بأنه إنسان مخلص متدين ونبيل بحسب التفكير ميكافيلي. إذن هذه هي الخصائص التي ينبغي أن يتميز بها الأمير من وجهة نظر ميكافيلي حتى يحقق الشهرة. قضية أخرى يثيرها دائما وهي مركزية في فكر ميكافيلي، هو أنه الأمير ينبغي أن يمتاز بالقوة والحيلة، لأنه يلجأ، بمعنى أنه ينبغي أن يلجأ بشكل دائم في إدارته، لا السياسة الداخلية ولا سياسته الخارجية، إلى القوة وإلى الحيلة. فبالنسبة إليه، هناك وسيلتين لتحقيق المرامي، وسيلتين للقتال والحرب، وسيلتين لتحقيق الأهداف بصفة عامة. الأول بواسطة القانون، هو الذي يلجأ إليه البشر، أو القوة التي يلجأ لها، التي تلجأ إليها الحيوانات. ويقول ماكيافيلي: ما دامت أن الوسيلة الأولى أي اللجوء للقانون غير كافية، فإنه بالضرورة يلجأ الإنسان للطريقة الثانية، أي إلى استعمال القوة. ويرد مثالا عجيبا في عن هذه الفكرة، وهو يرى أنه على الإنسان أن يتعلم طريقة الحيوان في تحقيق هدفه، فهو يرى أنه ينبغي أن يقلد الثعلب وأن يقلد الأسد. الثعلب الذي لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب، والأسد الذي لا يستطيع حماية نفسه من الأشرار. بمعنى آخر،
الأمير ينبغي أن يكون ثعلبا ليجتاز الفخاخ، وأن يكون أسدا ليرهب الذئاب، بتعبير آخر إنها ازدواجية المثالية والواقعية. وهذه الازدواجية، هذه الازدواجية بين اللجوء إلى القوة والقانون في ذات الوقت ينبغي أن ينهجها الأمير، سواء تعلق بسياسته الداخلية أو بسياسته الخارجية. المبرر الأول والأخير لسياسة الأمير واستعمال القوة أي شن الحرب، فهي لأنها هي المهنة الحقيقية للحاكم. فبالنسبة إليه الذي يحتقر فن الحرب فهو يركض إلى هلاكه. وأن الحيلة تلعب دورا مهما في إدارة الحرب وفي زمن السلم أيضا. ومن الخصائص التي ينبغي أن يمتاز بها الأمير إضافة إلى القوة، وأنه لا ينبغي أن يحافظ على وعوده، لا ينبغي أن يشعر بأنه مذنب في حالة ما إذا تخلى عن وعوده، خاصة عندما تكون هنا. فبمعنى آخر أن الالتزام بالوعود ترتبط بالشروط الموضوعية التي تمكنه من الحفاظ على قوة الدولة واستمراريتها. إذن هذه هي مجمل الأفكار التي أوردها ميكيافيلي في كتاباته، خاصة كتاب الأمير، وهو نموذج من نماذج مفكري عصر النهضة. وطبيعة الحال ميكيافيل تعرض للكثير من الانتقادات، ولكن ظل رمزا من رموز السياسة أو الفكر السياسي لعصر النهضة، ويعتبره الكثيرين أو كثير من السياسيين لقرور بعده أنه كان داهية ويعني أب الواقعية وعلم السياسة في عصر النهضة. وبهذا نكون قد ختمنا هذه المحاضرة المتعلقة بالفكر السياسي عند نيكولا ميكيافيل. أرجو مجددا أن تعودوا إلى المراجع التي أشرتها عليكم، خاصة كتاب الطاغية وأيضا كتاب الأستاذ دكتور الغازي صبح الله وغيرها من المراجع، من أجل التفصيل والاستيضاح أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.